جمعية راديوز قد شافوا يقدم رسولات كرة القدم لستر برلومي تحية كبيرة لأنهم من صنعوا أمجاد كرة القدم في الكثير من المحطات في كثير من الأندية الجزائرية صالوا وجالوا هذه المرة أقدامهم فوق أرضية ميدان ملعب شباشل هنا بيخبز تلعب الكرة بسرعة كرة لي تمام قبل الوطن الجزائري فوزي طيب وصل عمر عمر بن عقيل لكريم غازي أن نقرأ سورة الفاتحة والترحم على ضحايا حرائق شرق البلاد بعد حادثة الحرائق أعكوف بتغيير الله ما فيهاش الله في العقب لكريم غازي لحد الثلاث يلتف ويدور يلتف ويدور في الفرقة الأخضر يا الأخضر الأخضر يا الأخضر لمسة يد من المنور البديل الذي دخل منذ لحظة أوبا وطبعا كانت لنا زيارة منذ لحظات مع والي ولاية حكومة مدرسة السيد تحية الحياتم طبعا تحية للجميع اللي نعيش يفضل عند الوراء انت بدر التسديده لكن عمر عمر حاضر يلعب الحاج عبد الله حاج عبد الله مدافع يلا بسرعه انت وشوط ثاني ها بسرعه حتى ما نضيعوش الوقت يلا الدخول اللاعبين لبدايه هذه الامسيه الكرويه هنا بملعب اشباشب تحت تصوير السلام عليكم شكرا لكم على الدعوة ثانيا على خط الاستقبال على البحر يعني حضور هنا واجب علي واجب وطني عزيز العلماء يعني اسمهم كلمة كذلك بهذه الذكرى أحيي وأترحم وأتذكر وتوفى أبوه وتوفى أخوه وقول لكم من صميم القلب إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة ودعوا لنا كاع كيما راكم وإن شاء الله يكونوا من أهل وربي يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله وتحية التقدير واحترام لكبار طوعنا اللي راهم قاعدين بالواجب بتاعنا نكون حاضرين معكم في هذا الاحتفال الكروي الجميل الجوالي البعيد عن البروتوكولات راكم شايفين وعارفين باللي لا فرق بين رئيس بلديه واي مواطن بسيط جدا 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 الا بالاحترام لانه قبل ان يكون رئيس بلديه ولا منتخب ولا يكون مدير يعني تعترك تحدي كبيره كان شعبي بسيط لكن بفضل عوده الوزير راكم جميل جينا معكم اليوم نفرحوا بهذه الذكرى العزيزه وكنا عند الوالد تاع الولايه والله ما كنا له والو كنا له حاجه اللي خاصتهم هذه البديه توفرهم ملعب جوالي وفرهم كل شباب هذا لهم في الطربة من كرسون القدرون وكذا وهذه يعني من أولويات واحترامات أخوتنا تاع البلدية اللي جيناكم هنا وعلى بال خالد مزو تاع الصباح وعلى فطرك خبارة فهمنا على هذه البيئة وحنيتي وكل واحد الرجال ما
بارك الله فيكم، ربي يحفظكم، شكرا على الاستقبال وتحيه منا ومن كاع الرياضيين ومن عائله الدفاع اكثر منه بكويسي قاسي سعيد طيب وكاع الشعب، ربي يحفظكم ان شاء الله ومشي الاولى ومشي الثانيه. شيخ شيخ يحفظ هذه المدينه انت معنا منور وايضا الشيخ الامام تفضل معنا ابن عمه يلا تفضل معنا امام الحي هيا شيخ شيخ عمر عموري قدم لكريم بالعقب الاخضر لكريم هل كرة يد ولا كرة قدم؟ هل هذه كرة يد ام كرة قدم؟ نعم 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 يلا يا اسماعيل التمرير بن يالي اللومي ايام كبيرة ايام كبيرة هل هي نفس الكرة؟ اتقيتكم منذ لحظات بيني العودة الله 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 اللومي من اسماعيل ان شاء الله سلامات بالنسبه للاخضر نعم هاوليك اطلب الاعتذار اسماعيل معليش معليش يلا هايديك الاخضر المشكل دقيقه صمت وكذلك نعزي علينا الشهداء الحرائق ولايه شرق البلاد كلهم اللي رانا معنا في قلبنا وكل عائله تاعهم ربي ان شاء الله يخفف عليكم وان شاء الله يا ربي ربي هذو الازمات انفسهم المستقبل ان شاء الله يا ربي ونقولوا دائما الدور اللي راهي تبذل في مجهود باش نتجنبوا هذو الكوارث مره اخرى جمعيه راديوس حاضره اليوم بشباش بخميس مسؤوليه من اجل الحضور ومؤازره هذا الجمهور الرياضي الذي اليوم في نهائي دوره جواري وكذلك الاحتفال بذكرى 20 كوت يوم المشاهد هذه الملاعب الجواريه التي لها اصبح لها هدف اجتماعي واصبح لها كذلك هدف تربوي افتتاح من المواضيع وكذلك هذا الجمهور اللي راكم تشوفوا اليوم اللي جا باش يفرح معنا وكذلك يفرح بما قدمته له الدوله الجزائريه من توفير هذه الملاعب الجواريه وفضا للابتعاد عن الافات الاجتماعيه واكتشاف المواهب وكذلك حضور الصغار والكبار لمؤازرة وفرحة وطبعا استغل الفرصة وأترحم على عمي سعيد بوفيرة حي شباش أريد أن أترحم جميعا على عمي سعيد بوفيرة الذي وفاته البنية إن لله وإنا يا